أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل آخر يقول: هل يدخل في الاستهزاء بالدين من يستهزئ بطاعة ولاة الأمور أو يكره طاعة ولاة الأمور؟ كل من كره أمر الله ورسوله فإنه يكفر بذلك، من كره ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. فالذي يكره ولاة الأمور لأشخاصهم هذه ما تدخل في الكفر، اللي يكرههم لأشخاصهم أو لتصرفاتهم هذا ما يدخل في الكفر، لكنه ما منهي عنه لأنه يؤدي إلى الفتنة. أما الذي يستهزئ بطاعة ولاة الأمور لأن الله أمر بطاعتهم وأمر الرسول بطاعتهم هذه ردة عن دين الإسلام. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.